وإلى العراق، حيث أعرب العراق عن رفضه للقصف الذي نفذته القوات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة البلاد وتصعيدا غير مقبول. هذا وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لوزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر رفضه لأي عمل منفرد من قوات التحالف الدولي في العراق، معتبرا أن ذلك الأمر يعد تصعيدا خطير يهدد أمن العراق والمنطقة. كما أبلغ الرئيس العراقي برهم صالح القائمة بالأعمال الأمريكية أن ما حصل مناف للاتفاقات وغير مقبول.